تفضل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى القائد الأعلى حفظه الله ورعاه بحضور معالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد الخليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين، فشمل برعايته الكريمة الاحتفال الذي أقامه الحرس الوطني بمناسبة الذكرى 20 لتأسيسه. ولدى وصول موكب جلالة الملك المفدى إلى موقع الاحتفال كان في الاستقبال الفريق الركن سمو الشيخ محمد بن عيسى الخليفة رئيس الحرس الوطني ومدير أركان الحرس الوطني وكبار الضباط. وفي بداية الاحتفال عزفت الفرقة الموسيقية السلام الملكي. ثم تفضل جلالة الملك المفدى بتسليم الرايات لعدد من الوحدات إذانا بدخولها الخدمة وفق خطط تطوير الحرس الوطني، متمنيا لهم التوفيق في مساندة إخوانهم في صفوف أسلحة الحرس الوطني. بعد ذلك استأذن قائد حرس الشرف صاحب الجلالة بانصراف الطابور. We'll be right back.
سادة جلالتكم استناف حرس الشرف سيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. صدق الله العظيم.
وبعد تلاوة عطرة من آيات الذكر الحكيم، القراء أدركن سمو الشيخ سلمان بن محمد بن عيسى آل خليفة قائد وحدات العمليات الخاصة كلمة قال فيها: إنه لمن دواعي فخرنا واعتزازنا زيارة جلالتكم للحرس الوطني، ليتشرف أبناؤكم بواسل الحرس الوطني بتكريمكم لهم بهذه الزيارة، ولننتهز الفرصة ونرفع لجلالتكم أسماء آيات التهاني والتبريكات ذكرى مرور 20 عاما على تأسيس الحرس الوطني. وأضاف سموه قائلا: بفضل توجيهاتكم ودعمكم المتواصل يا صاحب الجلالة، يمضي الحرس الوطني قدما للنهوض بكل وحداته، ليكون رجالكم في الحرس الوطني على أهبة الاستعداد وبكامل جاهزيتهم تحت قيادة سيدي الفريق الركن سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة رئيس الحرس الوطني للذودي عن حياض الوطن. وأضاف الرائد ركن سمو الشيخ سلمان بن محمد بن عيسى آل خليفة قائلا: نيابة عن إخواني قادة الكتائب والوحدات، يطيب لي أن أشكر جلالتكم بتسليم رايات كتائب ووحدات الحرس الوطني، مما يلقي علينا مسؤوليات كبيرة لتحقيق تطلعاتكم الثاقبة بما يعزز مستوى القدرات واكتساب الخبرات والمهارات استمرارا لنهج التطوير والتحديث. وتوجه في ختام كلمته إلى جلالة الملك بالشكر والعرفان على تشريف جلالته الحرس الوطني بهذه الزيارة، داعيا الله العزيز القدير أن يديم على جلالته نعمة الصحة ولباس العافية، وأن يحفظ مملكتنا الغالية من كل مكروه. تقديم الإسناد الأمني في عمليات الأمن الداخلي بما توفره. ثم شهد جلالة الملك المفدى عرضا رمزيا لبعض الآليات وشظايا القنابل اليدوية، بالإضافة إلى سرعة الحركة والمناورة في المناطق المبنية. آليات العمليات الخاصة: في المقدمة آلية القناصين، تليها الآلية التي دخلت للخدمة مؤخرا فهي توفر الحماية ضد الأسلحة والألقام الأرضية، وتتميز بطاقتها الاستيعابية لنقل أفراد العمليات الخاصة بكامل معداتهم القتالية. آليات كتائب المشاة المدرعة لتقديم الإسناد القتالي في العمليات العسكرية، وتتميز بكثافة نيرانها والحماية للطاقم ضد الأسلحة والألقام الأرضية. آليات الإسناد النيراني المباشر لكتائب المشاة المدرعة مجهزة بمختلف أسلحة الإسناد المباشر لهذه الكتائب. آلية هندسة الميدان لأعمال الإزالة والتمهيد. مجموعة الضفادع البشرية من وحدة العمليات الخاصة. آليات الإسناد الطبي المباشر للخطوط الأمامية للوحدات. إنما وصل إليه الحرس الوطني منذ فجر التأسيس من جاهزية عالية وتدريب رفيع المستوى وروح معنوية وثابة، إنما كان من خلال دعم جلالتكم لأبنائكم في الحرس الوطني وإشراف مباشر من لدن سيدي رئيس الحرس الوطني. وإننا أبنائكم يا صاحب الجلالة في الحرس الوطني على استعداد دائم لتلبية الواجب. حفظ الله جلالتكم وسدد على طريق الخير خطاكم. سيدي حضرة صاحب الجلالة، الآن نستأذنكم لبدء نهائي مسابقة الحرس الوطني لرماية البندقية لإسقاط الصحون، حيث تأهل كل من كتيبة الأمن الداخلي ووحدة العمليات الخاصة إلى المباراة النهائية. تشاهدون على يمين المنصة فريق وحدة العمليات الخاصة، وعلى يسار المنصة فريق كتيبة الأمن الداخلي. سيدي حضرة صاحب الجلالة، يلقي الآن الشاعر الرغيب أول صالح معيوف العنزي أبيات شعرية بمناسبة تشريفكم لنا حفظكم الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تاج الأحرار، سجلت للتاريخ، سجلت للتاريخ من فيض الأشعار أبيات شعر في زعيم المقاوير حمد، حمد مليك المملكة تاج الأحرار الوايلي نسل الملوك المناعير، نعم الزعيم القايد الوالد البار حلال عسرات الأمور والمعاشير، قايد عظيم ودوم ملفت للأنظار، مواقفه تهتز منها الطوابير، وباسم الحرس أبدع وحلق بالأفكار وارفع لكم أبيات شكر وتعابير، حنا الحرس سيف على الضد بتار، لا صار بالميدان ورد وتصدير، 20 عام مرت اليوم تذكار وحنا الحرس طفنا جميع الأساطير، بقيادة تلي للمهمات مقوار، سيف السيوف المرهفات البواتير، أعني ولد عيسى على كل قدار، محمد سليل المجد نجم المشاهير، وحنا الحرس نمضي على قمع الأشرار، أمضى وأقسى من السيوف الشواطير، واقبل واقبل رعاك الله بجلال وكبار، أجمل وأغلى قاليات التصاوير من شاعر يمتاز في نظم الأشعار في دار عز اللي يعز المساير. سلامتكم. عرض لفريق الحرس الوطني لرماية الشوزن. وشارك الفريق منذ العام 2009 في عدة بطولات خليجية وعربية وأسيوية، بالإضافة للبطولات العالمية في مختلف دول العالم، ولقد كانت آخر هذه المشاركات في العام المنصرم 2016 في البطولة العربية والتي عقدت في جمهورية مصر العربية. فريق رماية سيء. ثم تفضل جلالة الملك المفدى القائد الأعلى بمنح الأوسمة التقديرية لعدد من الضباط وضباط الصف، تقديرا لهم على ما يقومون به من جهود مثمرة، شاكرا لهم جلالته وما يبذلونه مع إخوانهم في الحرس الوطني بكفاءتهم العالية. بعد ذلك تفضل حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى فقام بجولة في متحف الأسلحة والذي أقيم بهذه المناسبة، حيث اطلع حفظه الله على ما ضمه المتحف من مجموعة متنوعة من الأسلحة، واستمع جلالته إلى شرح حول محتويات المتحف ونبذة تاريخية عنها، منوها جلالته بالجهد الذي بذل في إعداد وتنظيم هذا المتحف والذي يعكس التطور الذي شهده الحرس الوطني منذ تأسيسه، متمنيا للقائمين على المتحف استمرار التوفيق. ثم تفضل جلالة الملك المفدى القائد الأعلى أيده الله بتسجيل كلمة سامية في سجل كبار الزوار، هذا نصها: يسعدنا أن نعبر عن خالص اعتزازنا بزيارة أبنائنا في الحرس الوطني، وإننا إذ نشيد بالمستوى العالمي للجاهزية القتالية الاحترافية التي يتميز بها أفراد الحرس الوطني، وهو الأمر الذي يدل على التزامهم بالحفاظ على المكتسبات الوطنية وصيانة أمن الوطن والمواطنين، ويسعدنا أن نعرب عن شكرنا الجزيل للتضحيات الجسام التي قام بها رجالنا في الحرس الوطني، وإننا على ثقة بأنه سيستمر في مواصلة مسيرة الخير والعطاء، متمنين لهم كل الخير والمزيد من التقدم والازدهار.
دعينا الله جل جلاله أن يوفق الجميع لما فيه خير هذا البلد العزيز وتحقيق الأمن الذي ينشده كافة المواطنين والمقيمين، وهو الموفق وحده. وبهذه المناسبة هنأ حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المفدى القائد الأعلى حفظه الله جميع الضباط وضباط صف وكافة منتسبي الحرس الوطني بالذكرى 20 لتأسيس الحرس الوطني، شاكرا جلالة الملك المفدى رعاه الله الفريق الركن سمو الشيخ محمد بن عيسى الخليفة رئيس الحرس الوطني على ما يبذله سموه من جهود موفقة ومتواصلة منذ تأسيس هذا الصرح العسكري، مشيدا جلالته بما يشهده من تطور ورقي، مقدرا جلالته لسموه وجميع ضباط وضباط الصف وأفراد الحرس الوطني حرصهم على حمل الأمانة بكل ولاء وإخلاص وبما يقومون به من واجب وطني سامي بكل شجاعة وروح معنوية عالية وعزيمة صادقة واستعداد تام لأداء المهام المناطة بهم على الوجه الأمثل، مشيدا جلالته أيده الله بالمستوى الرفيع الذي وصل إليه الحرس الوطني والاستعداد الدائم لتلبية نداء الوطن بكل اقتدار، وبما شاهده من جاهزية عالية واحترافية مميزة اتسم بها منتسبو الحرس الوطني. وبتكاتفهم الوثيق وعملهم المشترك مع إخوانهم البواسل من رجال قوة دفاع البحرين ووزارة الداخلية لأداء واجبهم السامي المشرف للدفاع عن الوطن والمحافظة على أمنه ووحدته الوطنية واستقلاله ومسيرته الحضارية، مؤكدا جلالته أن مملكة البحرين ستبقى بإذن الله آمنة عزيزة تنعم بروح الأسرة الواحدة المتكاتفة وستظل رايتها خفاقة شامخة، متمنيا جلالته رعاه الله لجميع رجال الحرس الوطني البواسل دوام التوفيق والسداد. وبهذه المناسبة رفع الفريق الركن سمو الشيخ محمد بن عيسى الخليفة رئيس الحرس الوطني أسمى آيات الشكر وعظيم التقدير ووافر الامتنان والعرفان إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المفدى القائد الأعلى حفظه الله ورعاه على تفضل جلالته برعاية احتفال الحرس الوطني بالذكرى 20 لتأسيسه، مؤكدا سموه أن الحرس الوطني استطاع أن يصل إلى هذه المرحلة المتقدمة من الإعداد والتنظيم والجاهزية العالية بفضل التوجيهات السامية لجلالة الملك القائد الأعلى ودعم ومساندة جلالته يحفظه الله ورعايته الكريمة لهذا الصرح العسكري الشامخ، معاهدا سموه جلالة الملك المفدى بأن جميع ضباط وضباط الصف وجميع منسوبي الحرس الوطني سيكونون عند حسن ظن جلالته للقيام بواجبهم تجاه الوطن الغالي والذود عن سيادته ومكتسباته الحضارية والتنموية بالتعاون مع أخوانهم رجال قوة دفاع البحرين ووزارة الداخلية، مؤكدا سموه أن توجيهات جلالة الملك المفدى السامية لنا خلال زيارة جلالته الكريمة ورعايته لهذا الحفل ستكون بمثابة برامج عمل لنا للمضي قدما لتحقيق المزيد من التقدم والتطور في كافة وحدات الحرس الوطني، سائلا الله أن يحفظ جلالة الملك المفدى القائد الأعلى ويديم عليه موفور الصحة والسعادة وأن يجعله عزا وفخرا وذخرا وسندا للوطن الغالي وشعبه الوفي ليواصل حفظه الله قيادة هذه المسيرة المباركة التي تشهدها مملكتنا العزيزة في عهد جلالته الزاهر والميمون. وأعرب الفريق الركن سمو الشيخ محمد بن عيسى الخليفة رئيس الحرس الوطني أعرب عن فخره واعتزازه بالمسيرة الناجحة للحرس الوطني وبالإنجازات العظيمة التي حققها منذ تأسيسه قبل 20 عاما، مؤكدا سموه أننا سائرون على هذا النهج والعمل على تطوير كافة وحدة الحرس الوطني وتأهيل منتسبيه في مختلف مجالات المعرفة المتطورة وعلوم العصر الحديثة، مهنئا سموه بهذه المناسبة كافة قادة وضباط وأفراد الحرس الوطني شاكرا ومقدرا لهم جهودهم ودورهم المشرف وإخلاصهم وتفانيهم في أداء الواجب المقدس في حماية الوطن العزيز والحفاظ على أمنه واستقراره وسلامة مواطنيه، متمنيا لهم دوام التوفيق والسداد ومزيدا من التقدم والنجاح، داعيا سموه المولى العلي القدير أن يحفظ بلادنا الغالية مملكة البحرين وقيادتها الحكيمة وشعبها الكريم ويديم علينا جميعا الأمن والأمان والعزة والتقدم في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة الملك المفدى القائد الأعلى حفظه الله ورعاه.